السعودية والكويت والإمارات والأردن والكويت وموقفهم مع الأمريكان في الموقف الغريب للغرب ضد الثورة المصرية اللي بيسموها كده. فاحنا جايين نقول لهم شكرا، وفد فنانين من اتحاد النقابات الثلاث نقابات، وده يعني أنا شايف رغم الأزمة السوداء اللي بنمر بيها إنما ده هيرجع يجمعنا. يعني أنا بشامل رحلة الستينات الحلوة أيام عبد الناصر، إن لازم مصلحتنا واحدة ولابد أن نعمل، مفيش ملجأ تاني غير إننا نحط إيدينا. أتمنى توحيد الصف العربي دايما، ودي لا خلاص انا بعرف كده مش بالمعبر ده اصلا تعالى انه يخلي يا حبيبي عليك ان شاء الله اللي حاسين وادي خاصه بعد استقلال مصر في اصل وقت.